ربي الله يجعل الله يزول الهموم نتاعكم يا رب، والله يبعد على وليداتنا وليداتكم السموم والغموم، الله يرفع لهم رايه، اللهم سلط عنهم سيف انتقامك، اللهم ارينا يوم هذيك متعرفه اللي مشارف هذا يعني بالتاريخ تاع مصطفى بن منصور مشاو المعسكر اللي يدير على الدوله العثمانيه يطغى على الدوله العثمانيه حيت كان ماتنو البلديه الوحيده اللي مازالت تتكلم اللغه الامازيغيه 80% ماشي كاع ماشي كاين عندكم هذا في هذا المسجد العتيق اللي راك تشوف فيه هنا خرجوا غير كلشي تاع تما ولاده زادوا تما كانوا يزادوا في البيض كانوا يزادوا في 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 البوسيه هذه مدينه سليمان هذه يا سيد الرئيس مرحبا الف مرحبا ضيوفكم اخلا ولو بدفن نواديه كليت تمره يا اخي الكريم يا سيدي الفاضل أريد من قتل نحلة كأنما قطع نخلة اللهجات الأمازيغية نحن يسموننا أمازيغ زناتة وإخوتنا القبائل والجمعيات حول وبركاته من أول صدق وإعلانك للقيام الفكري